عفوا، ليست هذه حربا عالمية جديدة، ولكنها فضة. ولا حمو التمساح يا لا. في حب الإسكندرية الجميلة وإلى كل ما هو جميل وأصيل، وسام أنور عكاشة ومحمد فاضل يقدمان روايتهما الجديدة الراية البيضاء. أحداث هذا المسلسل حقيقية، حدثت ولا زالت تحدث، ولكن أسماء الأماكن والأشخاص ليست كذلك، وأي تشابه أو تطابق بينها وبين الواقع هو من قبيل الصدفة أو الضرورة الفنية. فقط نؤكد أن التشابه والتطابق في الأحداث مقصود، لأنها حدثت ولا زالت تحدث. نداء
الجالسون على الرصيف حول فيلا أبو الغار بالأسكندرية ينادونكم للجلوس معهم حتى لا يضطر الدكتور مفيد أبو الغار وفريقه إلى رفع الراية البيضاء.